تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من فيديوهات سيلفي سبورت، القناة الأكثر تنوعا على يوتيوب من حيث أشكال وأفكار المحتوى، وعشان هيك لازم تشتركوا فيها. معكم أنا محمد عواد. أكيد اللي بتابعوني من سنوات طويلة بتذكروا أني عملت نفس الموضوع تقريبا مكتوب وفيديو قبل 4 سنوات، لكن بما أنه قوانين كرة القدم تتغير أو ممكن تتغير ووجهات النظر ببعض التفسيرات كذلك بتتطور، قررت أعيد هذا الفيديو تحديدا. شو لازم يعمل الحكم لو لاعب انطرد ورفض يخرج؟ لاعب مشاعر بالظلم، تأثير الأدرينالين على عقله خلاه يقول ببساطة أنا مش طالع. في الحقيقة فيفا حتى الآن ما عنده قانون صريح في هذا المسألة، ما في قانون بيقول وإذا رفض اللاعب الخروج يصبح كذا كذا، ما فيش عنده هذا النص أبدا، لكنه براهن على دورات تدريبية مستمرة بتعلم الحكام روح القانون وبتشرح لهم تجارب غيرهم من الحكام مع هيك مواقف. في الوضع الطبيعي الحكم بروح منطقيا للمدرب وقائد الفريق وبيقول له طلع هذا لأنه مطرود، لأنهم بيعرفوا أنه لو ما طلع ممكن تتطور الأمور فتتشدد العقوبة عليه وربما على فريقه، وهذا معناه أنه لازم يكون لهم دور قيادي بإقناعه يطلع. المشكلة لو أنه القائد والمدرب إما قالوا يا أخي أنت ظالم ما بدنا نقنعه يطلع، أو فشلوا بإقناعه لاعب خلص ركب راسه أنا مش طالع. هنا ينصح دائما بأنه الحكم يخرج البطاقة الحمراء مرة ثانية بوجه اللاعب، يذكره يصحيه على وزن، لأنه ممكن يكون زي اللي مسيطر عليه من الغضب، أنه يحاول يخليه يستيقظ من هذا الغضب ويطلع له الكارت الأحمر مرة ثانية ويقول له أنا بطردك، أنا طردتك، انتبه في خطوات جاية تصعيدية حقوم فيها. وفي حال شيطان الغضب سيطر على اللاعب ورفض يطلع، بصير الحكم أمام خيارين صعبين. عادة بيكون في توجيهات من اتحاد بلاده أو الجهة المنظمة للبطولة بهذا الشأن إنه لأي خيار يروح. الخيار الأول بفعل الحكم مفهوم العنصر الدخيل أو ما يسمى الأوتسايد ايجنت، واللي بتعرفه فيفا بقولها هو أي شخص بتواجد على أرض الملعب بصفة غير قانونية، يعني مش لاعب فريق أو حكم، العنصر الغريب تماما مثل مقتحم الملعب اللي بيطلعوه الأمن. فلو الحكم ذهب لهذا القرار بتكون أول خطوة إله يوقف اللعب لأنه في عنصر غريب على أرض الملعب، وهون بتصير إما مسؤولية اللاعبين بإقناع لاعبهم يخرجوا مرة ثانية أو بتدخل الأمن لإخراج العنصر الغريب، مع أنه منظر ما بيحب الفيفا يشوفه بالملاعب، ما بيحب يشوف الأمن عم بيتدخل في الملعب، فبالتالي دائما التوجيهات أنه استنوا شوي روحوا للخيار الثاني. الخيار الثاني اللي بينصح فيه خبراء التحكيم دائما أنه يروح وقف المباراة، ما تحكي للأمن يجي يطلع اللاعب من الملعب، ما في داعي لهذا المنظر العنيف في كرة القدم لأنه ممكن يتطور أكثر وأكثر. وقف المباراة وقول لفريق اللاعب المطرود معكم وقت معين ربع ساعة مثلا عشان تطلعوا أو راح أنهي المباراة، ولو أنهيت المباراة تعرفوا شو حيصير، لأنه فعليا اللي حيصير تكلفته كبيرة جدا على الفريق تاع اللاعب، فالمتوقع مبدئيا أنهم يخسروا المباراة وغرامة مالية كبيرة على الفريق وعلى اللاعب وحرمان طويل لللاعب وربما خصم نقاط من الفريق. وهون لما يصير هيك الموقف كل لاعبين فريق اللاعب المطرود بصيروا ضده، يا أخي اطلع ما تضرنا كلنا، فبتوصلوا رسالة انه اخسر مباراة ولا تخسر موسم كامل. لو نجح الاسلوب الثاني تستكمل المباراة بكرة اسقاط من حيث اوقف الحكم المباراة، ولو ما نجح بيعلن انهاء المباراة وبيقدم تقرير تفصيلي للاتحاد المنظم للبطولة عشان ياخذ عقوباته اللي لازم يعملها بحق هذا اللاعب. للعلم هون الاتحاد ما رح يفرق اذا الطرد كان صحيح ولا لا، ظالم ولا عادل، لأنه الفكرة بالقانون والتمرد عليه مش بقانونية القرار وصحته. مثلا الاتحاد الاسكتلندي واجه قضية مشابهة عام 2009 للاعبين، هو طبعا الحكم رفع البطاقة الحمراء في وجه اللاعب اللي رافض يطلع 6 مرات لكن خلص أنا مش طالع، فأنهى المباراة، ولما انتهت المباراة اتعاقب اللاعب المطرود إيقاف 2 بدل ما يتوقف مباراة واحدة.